المزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من بوخارستا معالي السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في رومانيا. معالي السفير مساء الخير، تحياتي لحضرتك. مساء الخيرات، أهلا بكم. أهلا بك معالي السفير. يعني لو ترصد لنا كيف هو الإقبال في الانتخابات الرئاسية من قبل المصريين في رومانيا، وما هي تفاصيل المشهد الجديدة بالنسبة لك؟ زي ما حضرتك عارف طبعا احنا ابتدينا امبارح الانتخابات والنهاردة امبارح يعني فينا في بوخارست. امس كان اجازة رسمية بمناسبة عيد الوحدة الرومانية، والنهاردة طبعا السبت وغدا الاحد اجازة، فده زاد من نسبة الاقبال. يعني كان امبارح كان في اقبال كويس، والنهاردة برضو كان الاقبال زي امبارح بالظبط. نسبة المواطنين اللي جم أدلوا بأصواتهم نسبة تعتبر عالية مقارنة بباقي الدول الأوروبية، بالنظر طبعا أن تواجد المصريين هنا مش كبير يعني، بس نقدر نقول أنه هو أعداد متوسطة من المصريين. معظمهم للأسف مش في بوخارست. امبارح جانا بعض المواطنين أجروا باص من بره بوخارست على مسافة 200 كيلو عشان يوصلوا للسفارة طبعا. أيوة، والنهاردة برضو كان في باص لقيناه وصل للسفارة وكان في عدد كبير وأدوا بأصواتهم برضو. نعم، هل يمكن أن تعقد مقارنة من موقع مسؤوليتك إن كان ذلك متيسرا بانتخابات عام 2018؟ اعتقد ان هو نفس تقريبا نفس النسبه في اللي ادلوا باصواتهم، مقاربه يعني. انا ما طبعا لسه ما خلصناش، بكره هيبقى العدد هيبقى معروف يعني، انما حتى الان اعتقد ان هي نسبه متقاربه لما للانتخابات السابقه. هل في اي معوقات، هل في اي تيسيرات على الناخبين من المصريين المتواجدين في رومانيا تتعلق بهوياتهم، تتعلق بإثبات أصواتهم؟ لا، هو طبعا التيسيرات اللي حصل المرة دي ان هو يعني بأي من البطاقة الشخصية او الباسبور ايهما صالح، دي طبعا يسرت على المواطنين. في بعضهم البطاقات للأسف كانت منتهية، بس جوازات سفرهم صالحة ومميزنة ف يمكن استخدامها لإثبات الرقم القومي. نعم. كل الأمور هنا ماشية الحمد لله كويس، ما فيش أي مشاكل، وبنتلقى اتصالات حتى يعني قبل ما نقفل الساعة 9 النهاردة تلقينا بعض الاتصالات من خارج بوخارست عشان يتأكدوا إن احنا بكرة موجودين، فوقتهم طبعا بكرة من 9 صباحا ل 9 مساء. وان شاء الله يعني في انتظار. طب اسمح لي معالي السفير بسؤال اضافي واخير، يعني رغم انه ربما لا يكون متصلا بتخصص حضرتك بصورة كبيرة، هذه هي الانتخابات الرئاسية التعددية الرابعة في تاريخ مصر في حوالي 20 عاما منذ عام 2005 وحتى هذه الانتخابات المفترض انها تحمل الرقم عام 2024. كيف ترصد حجم التطور أو النضج أو ما شابه ذلك مقارنة بتجارب الدول المختلفة في الانتخابات الرئاسية ومن بينها الأنظمة المعروفة سواء رئاسية أو برلمانية أو غيرها؟ أعتقد أن النظام الانتخابي المصري شهد تطورا على مدار الدورات الانتخابية السابقة، واعتقد ان هو كل دورة انتخابية بنشهد مزيد من الحرص على والفهم لأهمية الإدلاء بالأصوات في الخارج وفي الداخل أيضا. المواطن أصبح أكثر وعيا، فأعتقد ان هذه الدورة الانتخابية ان شاء الله ستشهد أعدادا متزايدة أكثر من الدورة السابقة. بشكر حضرتك، شكر جزيل معالي السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في رومانيا، كنت معنا عبر الهاتف من بوخارستا، شكرا جزيلا لحضرتك.